السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحنا اليوم راح يكون طريقة ربط الأحداثيات بجهات الاتصال عندك، مثل هذه عندنا حاليا جهة الاتصال، هذه نظارات الدانة، موقعهم بالسالمية. بإمكانك أنت في عدة طرق تطلع منهم الأحداثيات، ولازم تكون الأحداثيات بالدرجات العشرية عشان تنكتب في خانة الهوم. بالنسبة لي أنا أستخدم جوجل إيرث أطلع الأحداثيات. شو راح ندخل الأحداثيات؟ مثلا عندنا هذا دفتر عناوين نظارات الدانة، نضغط على تحرير، ننزل تحت شوية نشوف هنا الأدرس، نضغط على الأدرس، نكتب لوك. حط النقطتين فوق بعض. والحين عندنا الأرقام اللي طلعناهم من جوجل إيرث بالدرجات العشرية، نكتبهم 2 9 3 3 9 3 3. نحط الفاصلة هذه اللي تحت صغيرة على طول وراء بعض، ما نترك مسافات نهائيا. 4 8 0 6 9 1 5 3. بهذا الشكل نضغط سيف. حاليا تزيف، حفظنا الموقع من دفتر العناوين. حاليا هذا رقم تليفونه وهذا هني الموقع. من نضغط على الموقع، ضغطنا على الموقع، يعطينا في اي برنامج تفتح. طبعا انا بفتحه بالمابس اللي خاص بالموبايل، اقول له اوكي. حدد لي موقعه، السالمية شارع سالم المبارك، هذا موقعه. إذا بغيت يوصلني اضغط على السيارة، يعطيني هنا طريقين. أول طريق مدته 23 دقيقة، ثاني طريق مدته 24 دقيقة. الأولي بدون إشارات، الثاني مع الإشارات. نختار احنا اللي بدون إشارات. حدد لك المسار حاليا من بيتكم إلى موقع النظارات الدانة، الأحداثيات اللي قبل شوي دخلناهم. وبهذه الطريقة ممكن أنك ربط الأحداثيات بجهات اتصال عندك بكل سهولة. وإن شاء الله يكون الشرح واضح، وحياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم.